إنني أبحث عن ذلك الإنسان الذي يمتلك الروح الحائرة التي لا يقر لها قرار. أين أجد ذلك الإنسان؟ إن أزمانا عديدة سوف يتلوى بها الوجود على نفسه حتى يأتي ذلك الإنسان الذي أبحث عنه. يا إلهي، لا تغضب علي إن قلت إن هذه الأرض أرض ملح وجد. يا إلهي، إن أنبتت تلك الأرض قلب عاشق صادق فتلك هي المعجزة بعينها. لقد وقف إقبال حياته كلها من أجل هذه اللحظة المضيئة التي لا بد أن تحدث تغييرا متجددا في نظام الكون، لحظة العودة إلى الذات والاتصال بالحقيقة والوصول إلى سر الوجود. ومنذ ولد في 22 فبراير عام 1873 وهو يسعى إلى هذا الهدف. من بالباب؟ سائل من فضل الله يا بني. اذهب إلى حال سبيلك. قلت لك اذهب إلى حال سبيلك، ليس لدينا شيء نعطيه لك. يا بني أعطني مما أعطاك الله. إنه سائل لا يستحق شيئا، والله لألقننه درسا لن ينساه. ألم أقل لك اذهب إلى حال سبيلك؟ يبدو أنك لا تستحق الحسنة، ولكنك تستحق شيئا آخر. خذ. تضربني أيها الولد. سامحك الله، سامحك الله. محمد، ما هذا يا محمد؟ ماذا تفعل يا بني بهذا الرجل المسكين؟ إنه رجل لا يستحق إلا الضرب والإيذاء. رحمة به يا بني، إنه فقير مسكين وقد أذيته كثيرا. لو علمت يا أبي ماذا فعل. يا بني لقد أغضبت السماء. تذكر جلال المحشر يوم تجتمع أمة البشر. وارجع البصر كرة إلى لحية البيضاء ونحول الجسم المرتعش بين الخوف والرجاء. كن يا بني من البراعم في غصن المصطفى، وكل وردة من نسيم ربيعه، واظفر من خلق محمد بنصيب. معذرة يا أبي، لقد أيقظتني دموعك وأحرقتني في نارها، وسوف ترى من الآن نتاج غرسك في قلبي. ولد إقبال في سيالكوت في إقليم البونجاب شرقي الباكستان، وتولاه والده نور محمد بالتربية والرعاية والتعليم. وماذا تفعل الآن يا محمد؟ كما ترى يا أبي، لا أزال أقرأ القرآن الكريم. حسنا يا محمد، اسمح لي يا أبي أن أسألك شيئا يحيرني. تفضل يا بني. إنك تراني أتلو كتاب الله دائما، ومع هذا تسألني ماذا تفعل الآن يا محمد؟ فلما تسألني هذا السؤال يا أبي وأنت تعلم جوابي؟ يا بني، بل أردت أن أقول لك اقرأ القرآن وكأنه تنزل علي. أقرأ القرآن وكأنه تنزل علي؟ حسنا يا أبي، سوف تراني خير من قرأ القرآن، وسأقبل على معانيه وفهمه. ويلتحق محمد إقبال بالتعليم الثانوي ويتعلم العربية والفارسية ويبدأ في كتابة الشعر، وقد أتم دراسته الجامعية وحصل على إجازة الآداب في عام 1897، ثم على درجة الماجستير من جامعة البونجاب، حيث يلتقي بالمستشرق الإنجليزي سير توماس أرنولد ويتلقى على يده العلم والفلسفة. إنني معجب بك كثيرا يا إقبال. شكرا لك يا سيدي،
إن الفضل يعود إلى سعة علمك. لقد تعلمت منك الفلسفة الحديثة وأشرفت كثيرا علي حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. ولكني أراك اليوم قلقا يا إقبال، فماذا بك؟ حقا يا سيدي، إنه أمر يحيرني وأريدك أن تخرجني منه. ماذا يا إقبال؟ لقد كذب علي أحد المشتغلين بالدين والفقه، وشغلت فكري طويلا في هذا الحادث ولم أعد أدري أين الصواب من الخطأ. لقد سألت نفسي طويلا، ما الذي يدعو رجلا يعرف الله أن يخشى الناس وأن يكذب في القول والعمل؟ هون من قلقك يا بني، واعلم أن الدين أمر بينك وبين خالقك، وسوف تواجه في المستقبل الكثير مما رأيت وسمعت. إن طالبا مثلك يا إقبال لا يحيل أستاذه إلى محقق والمحقق إلى باحث. شكرا، شكرا لك يا سيد الأستاذ، شكرا لك. ويستقيل توماس أرنولد من عمله ويرحل إلى أوروبا في فبراير عام 1904 تاركا إقبال وحيدا يكتب قصيدته أنين الفراق، معبرا عن حبه ووفائه وحسرته على فراق أستاذه. أيتها الدار، لقد تركك شاغلك إلى الأبد متخذا داره في الغرب البعيد، لأن أرض المشرق لم ترق له. إنني الآن أدرك تماما أن ضياء نار الفراق ليس بأقل من ظلمة الليل. هذه ذرات قلبي توشك أن تقترب من الشمس. الزجاجة المكسورة كادت تصبح مرآة العالم. لقد كنت على الحافة، ومن يدري، يا له من تغيير. إنني أتوق إليك حيث أنت، أستمع إليك، وسوف أطير على جناح الشوق. أهلا بك يا إقبال، إنني سعيد بمجيئك إلى لندن. لقد حملت معي رسالتي تطور الغيبيات في فارس، وها أنا ذا أهديها إليك وفاء مني لما قدمت لي يا سيدي. وأنا أعد لك مفاجأة تستحقها. أكثر مما قدمت يا سيدي؟ هذا كثير بالنسبة إلي. لا شيء كثير عليك يا إقبال. شكرا لك يا سيدي، وأنا طوع أمرك. سوف أنقطع عن عملي في جامعة لندن لمدة 3 أشهر سيدي، وليس غيرك من يستطيع أن يقوم بعملي خير قيام. لقد حصلت على موافقة الجامعة يا إقبال. لكن يا سيدي، أمامك من الآن جهد كبير يا إقبال، وأنا على ثقة بقدرتك على تحمل هذه المهمة والنجاح فيها. ابدأ الآن، وتذكر، تذكر أنك تدخل معركة من معارك حياتك. ويثبت إقبال قدراته في كل مجال، ويصبح موضع اهتمام الصحافة البريطانية مدة إقامته في لندن، مما جعل الحكومة البريطانية تمنحه وسام الفارس عام 1922، كما منحته درجة الدكتوراه الفخرية في الآداب. وبعد سنوات 3 قضاها في أوروبا عاد إلى وطنه ليعمل محاميا وأستاذا جامعيا وسط كثير من المعوقات والمصاعب. في ظلمة الليل سأبدأ الرحلة مع قافلة المرهقة، ولسوف ينهمر الشر من تنهداتي وتضطرم النار في أنفاسي، لنحترق مثل الشمعة في مأدبة العلم، لنحرق أنفسنا. لكن يجب علينا أن ندع الآخرين يروا في ضياء اللهب. Thank you.
باسم جمعية مسلمي مدراس، نرحب بالسير محمد إقبال عضو المجلس التشريعي المركزي، وندعوه إلى إلقاء محاضرات من كتابه إعادة بناء الفكر الديني في الإسلام. شكرا شكرا لكم أيها السادة. إن دين الإسلام يعنى بالعمل أكثر مما يعنى بالفكرة، ولا ريب أن طوائف الصوفية الحقة قد عملت كثيرا في توجيه تطور الإدراك الديني وتجديده، ولكن المستأخرين من الصوفية قد جهلوا العقل الحديث فعجزوا عن تقبل الأفكار الجديدة. إنهم يسيرون على طرائق نشأت في أجيال لها وجهة في الثقافة تخالف وجهتنا في كثير من الأمور. سيد الأستاذ، نريد أن نعرف صلة المسلمين بفلسفة أوروبا من خلال معايشتكم للفكر الأوروبي. يمكننا أن نقرر أن ثقافة أوروبا في جانبها العقلي ليست إلا استمرارا للتطور في جوانب مهمة من الثقافة الإسلامية، والذي نخشاه اليوم أن يقف المسلمون عند المظاهر البراقة في هذه الثقافة الأوروبية فلا يدركوا حقيقتها. وماذا عن واجب المسلمين؟ إن يقظة المسلمين تقتضي أن ننظر، ولكن بفكر مستقل، ماذا فكرت فيه أوروبا وكيف نستعين بالنتائج التي بلغتها. إن على المسلمين اليوم عملا شاقا، عليهم أن يعيدوا النظر في الإسلام دون انقطاع عن الماضي. لقد جمع إقبال بين الأدب والفكر والفلسفة، فوقف بأعماله إلى جانب كثير من أعلام الفكر والأدب المعاصرين من أمثال محمد عبده، جمال الدين الأفغاني، وعبد الرحمن الكواكبي وغيرهم. وقد بدأ إقبال يعبر بشعره منذ صباه عن أفكاره ونظرته الفنية والدينية، فقد نشر ديوانه الأول صلصلة الجرس عام 1924، ثم ديواني الأسرار والرموز ورسالة المشرق، ثم توالت بعد ذلك أعماله المتعددة المختلفة، والتي كان من أهمها رسالة الخلود أو جاويد نامة. وجهك يا رب هو هدفي الأسمى وبغيتي العليا، فلا تبخل يا رب علي بالتجلي. لقد ألقيت بنفسي غريبا تحت السماء، قل لي يا رب إني قريب، حررني من قيدي الزمان والمكان، افتح الأبواب المغلقة في وجهي، أشعل نارا في صدري، وانثر دخاني في العالم كله. أنا هنا في انتظارك أيها الشاعر الصادق، وأجمل أن يزيد الإنسان من وهل ذاته ثم يختبرها أمام الشمس. أخيرا استجبت وأتيت، مرحبا بك يا مولانا جلال الدين الرومي. لقد أخرجتني من صمتي وأقلقت منامي، فماذا عساك تريد مني؟ إنك لم تصمت ولم تنم ولم تمت يا سيدي، لكنك لا تزال حيا بشعرك وفلسفتك، وقد اخترتك دليلي في رحلتي إلى الكواكب والأفلاك. رحلتك إلى الكواكب والأفلاك، ماذا تعني؟ تعرف يا مولانا أن رسولنا الكريم قد صعد إلى السماء ليلة أسري به، وكان جبريل عليه السلام دليله ورفيقه في هذه الرحلة، وقد ألهب المعراج النبوي مشاعري كما ألهب مشاعر من جاءوا قبلي. معك حق يا إقبال، لقد اتخذ الصوفية من معراج الرسول الكريم إطارا خصبا يصبون فيه أفكارهم. نجد ذلك لدى أبي يزيد البسطامي وفريد الدين العطار وابن سينا، ولدى ابن عربي والغزالي وأبي العلاء المعري وغيرهم. لعلك تعلم كذلك أن كثيرا من كتاب الغرب قد حاولوا أن يكتبوا في الإطار نفسه أعمال مشابهة. كتاب الغرب كذلك؟ نعم،
نعم يا سيدي، مثلا كتب ميلتون الفردوس المفقود، وكتب جيتا مأساة فاوست، وكتب دانتي أليجيري الكوميديا الإلهية. هذا عظيم يا إقبال، هذا عظيم. وماذا تريد أن تفعل بعد هؤلاء جميعا؟ أريدك معي في رحلتي، أريد أن أكتب رسالة الخلود، أوجهها إلى شباب المسلمين في شرف ولدي جاويد. حسنا حسنا يا إقبال. وهكذا بدأ إقبال عمله الكبير رسالة الخلود مصاحبا جلال الدين الرومي، ويبدأان معا رحلة المعراج إلى الأفلاك، فيصلان إلى القمر حيث يمثل لدى إقبال المعرفة والتأمل. ما هذا الصمت؟ وما تلك الجبال المخيفة المملوءة بالنار في باطنها، الممزقة قطعا في خارجها؟ إن عالم القمر عالم منهك حقا، لا وجود للألوان والأصوات في أرضه، ولا دليل فيه على الحياة والموت. انهض يا إقبال، انهض وكفى تأملا. فهلما يا بني، هلما نمضي إلى الأمام. إن باطن القمر أفضل من ظاهره، وفي كهوفه عالم مختلف تماما. أريد منك الآن أن تمعن النظر وتصيخ السمع جيدا. هيا مولانا، أنا طوع أمرك. انظر ماذا ترى أمامك. أرى نخلة كبيرة. ومن تراه ذلك الذي يجلس في ظلها؟ إنه رجل عجوز، إنه العارف الهندي جاهاندوس، الذي جذبه العشق إلى هذا المكان. دعنا يا إقبال نقترب منه. تفضل. مرحبا بك أيها العارف الهندي الكبير. من تكون؟ أنا جلال الدين الرومي. مرحبا بك إلى نخلتي أيها الفيلسوف الصالح. ومن معك؟ هو رجل هائم في الطلب، يبحث عن الحق، في نظراته شوق إلى الخلود. أمن الشرق جاء مثلك؟ نعم أيها العارف. مرحبا بك أيها الهائم في الطلب. مرحبا بك يا سيدي. دعني أطرح عليك بعض الأسئلة. ما موت العقل يا بني؟ هو ترك الفكر. حسنا، وما موت القلب؟ هو ترك الذكر يا سيدي. وما الجسد؟ هو الذي ولد من غبار الطريق. وما الروح؟ هي حقيقة لا إله إلا الله. وما الإنسان؟ هو سر من أسرار الله. حسنا، وما العالم؟ هو نفسه في مواجهة نفسه، إنه مجل للذات الإلهية، مظهر للحق. وما حقيقة العلم والفن؟ إنها قشور يا سيدي. وما الحجة؟ بالقلب نصل إليها. وما دين العوام؟ الاستماع. وما دين العارفين؟ النظر يا سيدي. حسنا يا بني، إنك حقا في طريق الخلود. ثم يتأملان حجارة القمر حيث نقشت عليها لمحات من تعاليم بوذا وزرادشت والمسيح ومحمد عليه السلام. لكن لماذا اقتصرت التعاليم على هؤلاء الأربعة؟ إنها إيذان بتقسيم الزمان البشري على أساسها. كيف ذلك يا مولاي؟ يا إقبال، لقد دعت البوذية إلى الرهبانية، ودعت الزرادشتية إلى الحركة ونبذ العزلة، ودعت المسيحية إلى تغليب الروح على المادة. ثم حين جاء الإسلام، جاء بموقفه من القضايا الإنسانية بالعمل على وحدة البشر. ثم يصلان إلى فلك عطارد
حيث يمثل الفكر لدى إقبال، ويلتقي في هذا الكوكب بروح سعيد حليم باشا الصدر الأعظم في تركيا، كما يلتقي كذلك بروح المصلح الإسلامي الكبير جمال الدين الأفغاني. إن سادة الغرب قد علموا المسلمين البعد عن الدين، عن روحه العالمية، فأصيبوا بضيق الأفق وغلبوا الأثرة الإقليمية على المبادئ الإنسانية التي تدعو إليها التعاليم الإسلامية. وماذا يعني الدين لديك أيها المصلح الكبير؟ الدين هو السمو عن وجه التراب، إن نبتة العشب من تراب، أما الروح الظاهرة فمن الظلم أن تموت في التراب. وماذا عن الوطن؟ ثمة علاقة بين الوطن والإنسان، والمسلم كإنسان منسوب إلى وطن، لكن فطرته كفطرة الشمس لا هي شرقية ولا غربية، وإنما هي عالمية، والعالم بأكمله وطن له. شكرا شكرا يا سيدي المصلح الكبير. أرأيت يا سيدي جلال الدين أن الوطن اصطلاح جغرافي، وأن الإنسان بفطرته يحب الوطن، أما الوطنية فهي فكرة مستقلة عن حب الوطن. المسلم وطنه العالم يا إخبال، والتصوف العملي هو الذي أرتضيه للمسلمين، لأنه يقوم على الحركة والجهاد والتمرد على العزلة والتوكل. وكان فلك الزهرة عاصفا مظلما التقى فيه إقبال بفرعون موسى وكتشنر، وقد ندم على عدوانهما وجبروتهما. أما في المريخ فقد دعا إقبال إلى أمر هام. انظر يا إقبال، ما أشبه عالم المريخ بعالمنا. إنني أريد أن أقيم هنا مدينة فاضلة يا مولانا. مدينة فاضلة مرة أخرى؟ لن أيأس يا مولانا، أريدها مدينة إسلامية يحكمها الحب، وتخلو من السائل والمحروم، ومن النفاق والكذب وسفك الدماء. ما أعظمها مدينة يا بني، فالعشق والمحبة الإلهية علاج ناجع للفساد والشرور، وعشق الحياة شرع وقانون، والدين هو أساس الحضارة. أما فلك المشتري فيلتقي إقبال فيه بالحلاج وبالشاعر الهندي أسد الله غالب، ثم يصير هذا الحوار بين إقبال وإبليس. هذا أنت يا سيد الفراق والشقاق؟ نعم أيها الإنسان، إن نار الفراق هي متعتي، وما أعذب سكر الفراق، وما أبغض كلمة الوصال إلى نفسي. ألم تطرد من رحمة الله جزاء عصيانك؟ أعلم هذا أيها الإنسان، لا زال أذكر ذلك اليوم القديم، ولولا عصياني لما بقيت، ولكنني أعلم أن سلطاني لا يبدي مع عباد الله. أيها الشيطان الأذق، هب أن الله سمح لك بمخاطبته، فماذا عساك تقول؟ أمر يسير أيها الإنسان، أقول يا إله الثواب والخطأ، قد حطمتني صحبة الإنسان، فهو لا يتمرد على حكمي أبداً.
إنني بحاجة إلى عبد ينوي عنقي وتبعث نظراته زلزالا في كيانه. امنحني يا رب رجلا حي